الخمسة سبورت. انتم تسمعوا في ماتينال ويكاند مع رامي الفراتي على اي اف ام احلى راديو. يا صباح الخير، يا صباح الفل، الناس الكل صباح عليكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نهايه اسبوع موفقه للعباد الكل. انتم تسمعوا في ماتينال ويكاند كما العاده من توا حتى التسعة متاع الصباح. شكرا للاستماع وشكرا لوفائكم لاي اف ام احلى راديو. ماتينال ويكاند في موعد جديد في رحله جديده، رحله السبت 5 ديسمبر 2020. نحن كيما العاده سبيحتي من زمان نحكيو اكتواليتي، ندوروا على كل شيء صار الجمعه هذيا في الرياضه، في السياسه، نحكيو زاده سوسيال، نحكيو زاده على الحادثه الاخيره لوفاه الطبيب ان شاء الله ربي يرحمه بدر الدين القربي. سبيحتي من زمان نكون فيها معكم رامي الفراتي، تكون معنا باجا الكابيتانو اليوم في الاخراج، امير معنا في البلاتو كيما العاده سبيحتي من زمان بالفقرات نتاعو، وتكون معنا ايمان من ليكيب اف ام تي في توصلكم تصويرتنا 24 ساعه على 24 ساعه. وهي نعطيكم كيما العاده شنو عندنا اليوم في السمر. نحكي اليوم على أبرز الأخبار والمواقف والمستجدات اللي تشهدها بلادنا، ونرجع اليوم على حادث وفاة الطبيب الشاب بدر الدين القروي اللي لقى حتفه نهار الخميس اللي فات بمستشفى جندوبة، وأهم ما صرح به رئيس الحكومة زادة وزير الصحة في علاقة بالموضوع هذا. نحكي زادة على رئيس كلمة رئيس الجمهورية في لقائه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي. وفي ساعتنا الثانية باش نحكي على التمديد في أجل التسجيل عن بعد الامتحانات الوطنية. يكون معنا اليوم في المباشر لأكثر تفاصيل السيد عمر الولبي مدير الامتحانات في وزارة التربية. كما عودناكم زادة نتمنى على جاليتنا التونسية اللي تعيش خارج حدود الوطن. اليوم رحلتنا تهزنا لإسبانيا تحديدا برشلونة، نحكي على تجربتهم غادي كي شخطو بعد عدد إصابات الكبير برشا في إسبانيا، أكثر من 1,600,000 مصاب بالكورونا. غادي إن شاء الله ربي يلطف بينا، سامحوني، ان شاء الله ربي يلطف بقريجمي قبل كل شيء، وان شاء الله ربي تكون نهايه اسبوع موفقه للعباد الكل. كما قلنا لكم امير معنا كما العاده سويتي من زمان. سي امير صباح خير. صباح خير رامي، صباح خير ناس تسمع فينا الكل، صباح خير بجا، مرحبا بيك بجا. شنو احوال؟ الحمد لله. شنو احوال الجماعه؟ سمعت بدنك في حالة عادية، فهم كل تكور اللي بالك راح تكويرة يا من وراني في المستوى يا ماما تكويرة يا رسول الله. ربي اللي دعت المنافسة مش تتفرج في المهزلة، أقسم بالله زرقوني تفرج حدنا 90 بعد اللي سمعته البارح. دونك كيما العادة أمير الفقرات نتاعنا اش عندنا اليوم؟ اليوم نبداو بون ويكاند، باش نحكيو على لو ديابل طول طون فيلم، زاد نحكيو على سيري اسمها أي أم نوت أوكي وذ ذيس، باش نحكيو زاد على ديس في الهند ذيس، نحكيو على كريم الغربي مش عنده شكون جاوب مريم الدباغ، باش نحكيو زاده، باش نحكيو على مينغارا ولا تولي عبدلي، باش نحكيو برشا حاجات بيان سور. وفي الاخر عندنا درجي نواب باش نحكيو على اهم الفيديوهات اللي داروا في الانترنت يا جماعه بيان سور. واليوم زاد عندنا فقره جديده باش نكونوا فيها انا وامير حاضرين، نحكيو على الرياضه، اهم ما صاير على الرياضه، ما باش ناخذوها مش من الجانب الكلاسيك، بلوتو نحكيو على حاجات سامباتيك خفيفه نجمو نحكيو عليها في الرياضه تبداو بها النهار. نحكيو اليوم على مارادونا، نحكيو على مادونا اللي في علاقه بمارادونا، فوالا جودمو تاع مينغارا. شيكا زاد شيكا نحكيو على الهدف نتاع شيكا بالا، من بعد نعطيكم اكثر تفاصيل في روبريك مازلنا ما نعرفوش اسمها. كيما العاده كيما عودناكم في الماتينال ويكاند هنا معاكم، انتم كان عندكم اقتراحات بيان سور مرحبا بكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. احنا باج نبداو بالموزيكا ولا نبداو بالموزيكا كيما العاده؟ هذه الماتينال ويكاند رحلتنا بدات من توا حتى للتسعه. كاند يرجع لكم في موسم الصيف معايا انا خاله الخالسي وتوت مون ايكيب دو شوك اللي يعطيكم نصائح في الصحه التغذيه والكوتشينغ، دي زاستيس في البوتي لا مود والكوجينا، لي بون بلان للعائله الكل. وكيما كل ويكاند كل عاده نتعرف على ماركه تونسيه جديده. لو ماك دو ويكاند سيزون 7 نهار 6 لحد من 10 نص نهار على اي اف ام احلى راديو. احلى ضحكه. اكثر حاجه كانت تنرفزني كعبد يعمل الحس ويفيقني، تبدا انت راقد وتسمع في صوت اربانو اربانو هذا يعيط عنده 20 سنه في الحومه ما عرفتوش فاش يبيع، سالته خطه يا معلم بربي فاش تبيع؟ نبيع في البانوات. علاش ما تقولش بانوات؟ علاش بانو؟ وفما الاخر تبدا راقد وتسمع الحا الحا يا معلم نسر متعدي في الحومه في الجيل يقول لحام، علاش لحا؟ ماتينال ويكاند كل سبت واحد من 7 ل 10 متاع الصباح مع رامي الفراتي على اي اف ام احلى راديو. استوديو تراب كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل، وبرنامج الراب الاول في تونس رابور اي اف ام احلى راديو. اي اف ام
اليوم السبت السبعة متاع صباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص نهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستارت تايم الحوارات الحصرية والتندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المثلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من السبعة لثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب كريم كوكي رفقكم من ثمانية لتسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس غابور EFM أحلى راديو EFM اليوم السبت السبعة متاع صباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص نهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستارت تايم الحوارات الحصرية والتندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المثلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مثلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من السبعة لثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب كريم كوكي رفقكم من ثمانية لتسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس غابور EFM أحلى راديو EFM اليوم السبت السبعة متاع صباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص نهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستارت تايم الحوارات الحصرية والتندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المثلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من السبعة لثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب كريم كوكي رفقكم من ثمانية لتسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس غابور EFM أحلى راديو EFM اليوم السبت السبعة متاع صباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص نهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستارت تايم الحوارات الحصرية والتندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المثلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مثلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من السبعة لثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب كريم كوكي رفقكم من ثمانية لتسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس غابور EFM أحلى راديو EFM اليوم السبت السبعة متاع صباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص نهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستارت تايم الحوارات الحصرية والتندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المثلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو
من الثلاثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد المولهي وأسامة السلامي. الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من السبعة للثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو طرب. كريم كوكي رفقكم من ثمانية لتسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور. EFM أحلى راديو. EFM اليوم السبت السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي. من العشرة لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك. من نص النهار المدي ساعتين عندكم موعد ماستر تايم، الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري. من مدي ساعتين المثلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو. من الثلاثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد المولهي وأسامة السلامي. الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من السبعة للثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو طرب. كريم كوكي رفقكم من الثمانية للتسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور. EFM أحلى راديو. EFM اليوم السبت السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي. السبعة واثنين وعشرين دقيقة على EFM أحلى راديو، أنتم تسمعوا في الماتينا الويكاند متوا حتى لتسعة متاع الصباح. شكرا على الاستماع، السلام عليكم العباد الكل، نشكركم على اختياركم لينا في الوقت هذايا. نبداو معاكم رحلة جديدة، نبداو معاكم رحلة السبت 5 ديسمبر 2020، وكما قلنا لكم نوسوكم في الويكاند نسال مباشرة على العباد اللي تسمع فينا على EFM TV وتفرج فينا 24 ساعة على 24 ساعة كيما العادة. نبداو بون ويكاند، نقترح عليكم أفلام وسيريات، هذايا اقتراحات صديقنا أمير. دونك امير كيما العاده اقتراحاتك اليوم في الافلام والسيريات، كيما قلنا الطقس زاد برد واكثر، ولا تاع افلام والسيريات سورتو، ولا اصعب في القومان يا ميمت على قومه الصباح يا ميمت. باهي امير شعلنا اليوم. نبداو فيلم لو ديابل طول طون، والفيلم هذا خرج على نتفليكس نهار 16 سبتمبر 2020. الفيلم هذا سيناريو اخراج انطونيو كامبوس، بطوله الممثل توم هالاند. الفيلم يقعد ساعتين و18 دقيقه، والقصه تدور في الستينات بعد الحرب العالميه الثانيه. فيه تقاطع العديد من الشخصيات غير النمطيه، عباد ماهمش عاديه معناتها الفيلم في منطقه ريفيه، برشا شخصيات منهم اللي معذب من الحرب، منهم اللي خلفت له اضرار نفسيه، ومنهم ديتور اون سيري معناتها يقتلوا في العباد بشروا امريكا الفاسده والمليئه بالسخريه والعنف. الفيلم ما نجمش نعطيكم عليه ديتايات، انت تفرج فيه باش تفهموا بالحق. والله الله الله عليك شويه. ايوه أمريكية خرجت في 26 فيفري 2020 على نتفليكس. كيف سيري هذه من إخراج كريستون هيل، بطولة الممثلة صوفيا ليلز والممثل وايت أولف. والسيري هذه فيها جزء واحد وتتكون من 7 حلقات، وكل حلقة فيها تقعد تقريبا 20 دقيقة. والقصة متاع السيري هذه متاع طفلة عمرها 17 سنة تعيش في فترة المراهقة متاعها، مشاكلها مع دارها مع أصحابها، مشاكلها في الليسي، مشاكلها مع حبيبها كيف أما في هذا الكل باش تكتشف اللي عندها قوة خارقة. Diary.
تكمل سيري. دونك هذه الاقتراحات نتاع صديقنا امير في علاقه بسيريات بيان سور نتفليكس. قصر برشا على التوانسه ودخل برشا في العادات نتاع التوانسه اللي هو عام التالي كان خيال نتفليكس. والله ولهنا عندي سؤال وبرشا يتسالوا اسكو نتفليكس تو لهنا احنا ما عندناش لا باي بال لا خلاص كيفاش قاعدين التوانسه يعملوا فيه؟ والله كان عندك خبره في انا الموضوع. عندي شكون عنده كونت هذاك علاش قاعدين نخلصوا مع بعضنا معناتها ومش حاجه كبيره ما. بالكارت تكنولوجيك اللي هي كيف تعمل هذايا ما نعرفش شنو المعلومه من عند باج شهاده الباك نتاعي باهي فهمت اي دونك ما عندوش باك ما يعملش ملا نتفليكس ما عندوش فهمتك واضح دونك عندك الحق في مليون في العام هذايا اللي تنجم تستعمله وتنجم تعمل بهم هذوما لي كونت اللي ما عندناش فيهم الحق في تونس من برا دونك ولا امور قانونيه خاطر انا من الاول نتخيلها ليغال كله داخل في ليغال كيما باغ اكزومبل لي بي تي في تو كلنا عندنا بي تي في اما ماهوش قانوني مش قانوني بيان سور تسمى سرقه انا البارح باغ اكزومبل عطوني جايزه اي بي تي في 12 شهر بيان سور نجم نبيعها لك انت هذا هو بزنس في اللونتي بلاش دونك خاطر لا فما برشا عباد تتسال سيرتو مش لي جون وقت انا باغ اكزومبل يجيني دي ميساج نتاع كيفاش نجموا نعملوا كونت نتفليكس سيرتو يبداو كبار شويه في العمر اسمه نتفليكس فوالا افكتيفمون دونك انا فيديو ما نعرفش دونك هذا اللي المعلومه تاعتي انا المخرجه باج كي نقول لك كابيتان واش نفادك دونك كارت تكنولوجيك ولا انتيليجنت تصب فيها مليون تنجم تستعملها والا فما زاده كيما قلنا هذوما تاع لي بي تي في نجموا يبيعوا تصب فيها مليون تصب فيها مليون مسهل ومليون توا في الكريز ايكونوميك بتاعتها عندك الحق في مليون مش تصب فيها مليون باش تعمل عندك الحق فيها في مليون في العام ميرسي بوكو الباج ان شاء الله هذه معلومه تفيد عباد كانت تسمع فينا في ديارها وهي قائمه الصباح والعباد في كرهبه تخدم نهار السبت ان شاء الله ربي معاكم احنا نسلم عليكم برشا ونقول لكم ان شاء الله نهاركم زين نسمع شويه موزيكا نبدلوا شويه جو في ناير ونورا فتحي ديلبر هكا باج ديلبر على اف ام زين معاكم حتى للتسعه نشكركم على الاستماع من بعد شويه موعدكم مع الرياضه نحكيو معاكم في سبور ويكاند على مارادونا نحكيو على مادونا ونحكيو حتى على شيكابالا قدوا معنا بعد شويه نعطيكم اكثر تفاصيل اي اف ام اليوم السبت السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستار تايم الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المثلاثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مثلاثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من السبعة للثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو تراب كريم كوكي رفقكم من ثمانية لتسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس غابور EFM أحلى راديو EFM اليوم السبت السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستار تايم الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المثلاثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مثلاثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من السبعة للثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو تراب كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس غابور EFM أحلى راديو EFM اليوم السبت السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستار تايم الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المثلاثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مثلاثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي
37 دقيقة على اي اف ام احلى راديو. كما قلنا لكم بعد شوية نحكي رياضة ونحكي زيادة على الوضعية اللي صارت، الحادثة اللي صارت البارح. ان شاء الله ربي يرحم الطبيب الشاب بدر الدين القروي اللي توفى في سبيطار جندوبة. نرجعوا لأهم التصريحات من القيادات في البلاد، نحكي على رئيس الحكومة، نحكي على وزير الصحة، نحكي زيادة على عيلة المرحوم. ان شاء الله ربي يرحم طبيبنا شهيد المجال الطبي في تونس. كما قلنا لكم اقعدوا معنا ما تبدلوش، برشا اكتواليتي استنى فيكم، وعدكم مع الاخبار مع صديقتنا فايزة اللي تبهرنا كل نهار السبت بالفازات نتاعها جدد. ان شاء الله ربي يخلينا فايزة وكهو. موعدكم مع اي اف ام اكسبريس تو سويت. اي اف ام اكسبريس مرحبا. بعد مراج بخصوص وفاة مريضة في سبيطار الجهوي في جندوبة بعد ما ضربها الكورون، دكتور في سبيطار محمد بليغ يوضح في تصريح الاي اف ام انه صحيح انه المريضة تعرضت للحادثة هذه اما ما توفيتش وحالتها مش خطيرة. من جهتها وزارة الصحة نفيت خبر انه ثم مراو توفيت بصعقة كهربائية في سبيطار الجهوي في جندوبة، ودعات في نفس البلاغ البارح في الليل التجنب الإشاعات هذه اللي من شأنها حسب نص البلاغ إرباك أداء المنظومة الصحية الوطنية في الظرف الصحي الدقيق هذا. حالة احتقان رفقة زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي لسبيطار الجهوي في جندوبة بعد حدث توفاة الطبيب بدر الدين العلوي، وعدد من المحتجين من بين اللي كانوا موجودين قدام السبيطار رفعوا شعار ديجاج. أكثر من 1,150,000 شخص انتفعوا بالمساعدات المقدمة من قبل الدول لمواجهة تداعيات أزمة كورونا حسب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. في لقاء بوزير الصحة رئيس مجلس النواب الشعب يقول إنه فيروس كورونا نبهنا من نقائص المتعلقة بالبنية التحتية الصحية وحالة السبيطارات. المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التوانسة يقرر مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة 5 أيام حتى توصل لإمضاء اتفاق يحدد حلول نهائية للمطالب. من جهتها نقابة القضاة التوانسة تعلن الدخول في إضراب مفتوح حتى تستجيب الحكومة المطالبهم في ظل ما اعتبروه مواصلة تجاهلها. أخبارنا الجاية بعد نصيف ساعة. اليوم السبت السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من 10 لنص النهار. خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماكد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك. من نص النهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع استخدام الحوارات الحصرية والتندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري. من ماضي ساعتين المثلاثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبيونال الانترفيو. من مثلاثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد المولهي وأسامة السلامي. الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من السبعة للثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب. كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور. EFM أحلى راديو. EFM اليوم السبت السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من 10 لنص النهار. خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماكد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك. من نص النهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع استخدام الحوارات الحصرية والتندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري. من ماضي ساعتين المثلاثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبيونال الانترفيو. من مثلاثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد المولهي وأسامة السلامي. الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من السبعة لثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب. كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور. EFM أحلى راديو. EFM اليوم السبت السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من 10 لنص النهار. خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماكد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك.
من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستارت تايم، الحوارات الحصريه والتوندانس وكل اخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري. من ماضي ساعتين الماضي ثلاثه جيهان بن عبد الله تحكي لنا على قضايا جديده في تونس في برنامج نهج التريبيونال الانترفيو. من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا، محمد سليمة، طارق العصادي، خالد المولهي وأسامة السلامي. الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور. من السبعة للثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب. كريم كوكي رفقكم من ثمانية لتسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس غابور. EFM أحلى راديو EFM. اليوم السبت السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي. من العشرة لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك. من نص النهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستارت اب ماتينا الويكاند. السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة على يفهم أحلى راديو، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إحنا أنتم تسمعوا في الماتينال ويكاند على يفهم أحلى راديو من توا حتى للتسعة متاع الصباح. كما قلنا لكم نعملوا ريكاب على أهم مصاير في البلاد، نحكيو سياسة، نحكيو زيد سوسيال، نحكيو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحكيو على أخبار المشاهير. متوا موعدكم مع أخبار الرياضة. في سبور ويكاند الجمعة هذه فقرة جديدة نحكيه على الرياضة من جانب الماتينال ويكاند. مانيش باش نحكيه نتائج، مانيش باش نحكيه أهم مصاير في الكرة في تونس. اخترنا أنه نحكيه بلوز أو مو على ديزانسوليت، نحكيه على أخبار إيجابية في علاقة بالكرة. الأخبار الأول اللي باش نحكيه فيه اليوم سي أمير هو مارادونا، وفاة مارادونا. العباد الكل حكيت على مارادونا اللي توفى بيانسور، حاجة باهية برشا صارت رسميا في نابولي اللي هو تسمية ملعب سان باولو اللي كان اسمه سان باولو في نابولي، ولا اسمه دييغو أرماندو مارادونا. الأخبار هذايا أكدته بلدية نابولي بيانسور، وأكدوا زاد فريق نابولي دونك ولا اسمه دييغو أرماندو مارادونا. الملعب هذا زاد تسمى هكا وخصوصا بعد 10 ايام كهو من وفاه مارادونا. اش قولك انت يا امير في الحكايه؟ يدو في تخوه غاديك، يدو في تخوه. ماذا بينا احنا نسميه ريتهم الحاجه الباهيه فيها. مارادونا مش من ايطاليا، من ارجنتين مارادونا، صحيح. دونك سميوه هو في ايطاليا، سميوه التيران تاعهم ارماندو مارادونا، صحيح. خاطر ما هو نابولي كانت ما فما شيء، مارادونا هز دي شامبيونا، هز دي كوب، فوالا يحبوها على الاخر، فما حد يكرهو في العالم مارادونا. باش نزيدو نفسرو للعباد قيمه مارادونا في نابولي. راهو لعب غاديك اساس سيزون، راهو هز الكالتشو مارتين، هز كاس ايطاليا مره، هز السوبر مره، وهز الدوري الاوروبي مره. اللي مع العالم اللي نابولي كانت من ليكيبات اللي ديما تلعب تيح، كي جا مارادونا راهو حاجه انورم صارت غاديك، وما فما حتى حد صدق. فما ناس البدوي حاضر على نهارة التصحيح وذلنا في حكاية غاديكا حاضر. دونك غاديكا صحح بسوم زادة في وقتها كان سوم كبير برشا. القرار هذايا نتاع البلدية اللي أصدرته نابولي أعلنت فيه بقرار تمت الموافقة عليه اليوم، تم تغيير اسم ملعب سان باولو إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا. كيف كيف رئيس البلدية قال اللي تم اقتراح القرار هذايا من قبل العمدة لويجي دي ماجستريس، من قبل مستشار أسماء المواقع الجغرافية أليساندري كليمنتي، ووقع بيان سور مجلس المدينه كله. دونك نابولي كل فرحانه بالاسم هذايا. على عكس لهنا نجموا ناخذوا الدرس انه ما فيها بيس، معناها هو توفى اسطوره من اساطير العالم الكل. احنا صار لنا ليكزامبل نتاع العقربي اسطوره من اساطير الكره في تونس، كنا نجموا نتعداوها هكا، معناها تتعدى في البيد الحكايه تسمى كاهو تو سامبلومون. نفرحوا، ما فماش علاش باش نقعدوا في بوليميك شبيك، وعلاش ورئيس البلديه يمشي ورئيس الدار شكون يمشي. دونك نجموا ناخذوا ليكزامبل، تعطي قيمه للاسطوره نتاعك سورتو بعد ما توفى. سورتو احنا نعرفوا في تونس معناتها هما مش هما حيين، عارفين نعطيو هما ميتين، ما غير ما ندخلوا في جهويات يا رسول الله. جهويات دخلنا فيها حتى في الاستاد. انا اقرب شويه الراحه، خاطرني نسكن في رادس، معناتها عندي علم شويه بالحكايه. اللي راهو رئيس البلديه نتاع رادس ما عنده حتى دخل بتسميه الملعب، معناتها مش تبع رادس حتى التيران، تبع تونس معناتها التيران. والعباد معناتها برشا من رادس مشاو قالوا ما تسويوناش التيران بالعقربي، وبرشا ناس راهو خليني نقولوا لي برشا ناس ماشي مقلقتها الحكايه، معناتها العقربي ولا اي واحد كان واش بيه العقرب يا اخي، من اقوى معنا في تونس، من اقوى من جنب تونس كره معنا. اي ما غير ما نقعدوا مربوطين، ما نحبش نرجع انا
الموضوع هذا اكثر حابين نعطيو بلوز او موان ناخذوا ليكزامبل ونتعلموا حتى في الرياضه حتى في تكريم العباد نجموا نكونوا اكيك ونعطيو قيمه للعبد هذايا عبد عطى لتونس برشا وساهم برشا في ترشحنا لكوب دي مون 78 واللي عملناه في 78 والانتصار نتاع المكسيك 3-1 دونك كيف كيف مارادونا عمل برشا لنابولي عمل برشا لايطاليا رغم اللي هو ارجنتيني معناها وما بداش كارير وراو في نابولي ولا ما فيش كارير وراو في نابولي راو لازم العباد تعرف مارادونا عطى برشا واستحق انه يسمى بذاك بيان سور اسطوره من اساطير الكوره في العالم الكل نقعدوا مع مارادونا حاجه دارت الجمعه اللي فاتت سيختون بعد وفاه مارادونا في استراليا سي امير العباد غاديك يهبطوا في دي ستاتيو دار برشا اللي هما يقولوا ريست ان بيس مادونا مادونا برشا عباد يتخيلوا مادونا هي اللي توفيت في تويتر عام طلق عليها هبط من تويت 114,000 تويت على مادونا اللي هي توفيت وما مش بالهم مادونا هي مارادونا حاجتين زوز بعض على بعض استراليا بعيده شويه ظهر لي كوليكسيون تاكو غاديكا دونك الخبر دار برشا دار ستاتيو مكتوبه كيف لترقد روحك بسلام فعلا اسطوره حقيقيه عبارات امتلأت بها وسائل التواصل الاجتماعي في استراليا لنعي نجمه موسيقى البوب مادونا اللي هي ما زالت حيه مادونا واللي هي ما زالت تغني وسابت البوم على قريب دونك العباد غاديكا يحبوا برشا مادونا يتخلوا هي اللي ماتت ويهبطوا في تصورها ويبارتاجيو دونك حاجه غريبه برشا باش نقول لك هذايا قيمه ال فكرتني في الكومنتير فما كومنتير تكتب نتاع طفله كتبت كي توفى مارادونا قالت ربي يرحمه كنت نسمع ياسر غناه ونحبه على الاخر اي لا نحب نموت على مارادونا وكان في ريجي حلو برشا يبدا عنده مورس حلو برشا العباد الكل سايبه التصويره يا ودي راهو كوارج يا ودي شبيك هي ذيك نتصورها انا مسكينه بكل بساطه دخلت كتبت مارادونا خرجت لها اول واحده اللي غني مارادونا في الغنيه اللي كتبوا عليها هو مره غناها مره قعد في بار غنى غنيه قدام بنته لبنته هداها لبنته دونك مش في بالها هو اللي غني به التويت هذايا 114,000 تويت دار في استراليا معناها رقم انارم كمان ما احنا راهو يطلع توندونس راهو 114,000 تويت كل ينعوا في مادونا اللي من بعد خرج المانجر نتاعها وقرر ما فماش منها الحكايه هذايا ان شاء الله ربي يرحم بيان سور مارادونا وان شاء الله ربي يطول في عمر مادونا اللي مازالت باش تغني ومازال باش تعطينا لهنا مهم برشا النقطه هذيا نتاع الاشاعات سبحان الله رغم اللي حاجه تظهر لنا ايفيدونت لهنا اما اشاعه ستاتيو جمله دور راي باش تدور بالطريقه هذيا شوف انت قداش بعيده المعلومه مارادونا مات هبطوا خبر اللي مادونا ماتت دونك قداش دارت دونك هذاك علاش نحكيو على اهميه الاشاعات في تونس وقداش كي تدور فيسع وتولي تدور اسرع الاشاعه حتى من اكثر من مره ما عادش نجم تشد خبر صحيح ولا 114,000 ما عندك كيفاش تشد خبر وفاه مادونا به حاجه اخرى تحكي عليها الجمعه اللي فاتت هو هدف تاريخي يا امير هدف شكون حسب رايك؟ هدف الشيكه هذا هدف الشيكه الشيكه في تونس رغم اللي الويكاند اللي فات العباد اللي على باج فيسبوك اللي ما شافوش الموتو هذايا نجموا يتفرجوا فيه غاديك على اف ام تي في زاده هدف كبير برشا هدف عالمي من شيكابالا رغم اللي كما قلنا النهائي اللي فات هو فاز 2-1 الاهلي المصري على الزمالك في نهائي الشامبيونز ليج ولكن الهدف هذا قاعد تحكي عليه الجمعه كامله هات احنا خلينا نسمعوا شنو هي بعض الاعلاميين في مصر كيما عمرو اديب حكي على البونتو هذايا والراجل شيكابالا جاب جون غير طبيعي جاب جون يعني ولا المرحوم مارادونا جاب جون يتدرس جاب جون يتشاف 100 مرة جاب جون يتحط على اليوتيوب جاب جون يتعلموا منه العيال كلها جاب جون بعد 10 سنين نتكلم عليه جاب جون بثلاثة ده لا ده مش جون يا جماعة ده مش جون طبيعي ده يتحزم بثلاثة ده يدوله كده يقول له يا كابتن انت الجون ده بثلاثة مع السلامة الماتش خلص ايه اللي هيحصل في الشوط الثاني ايه اللي هيحصل على فكرة الناس اللي عايشة برا مصر واقفة مش حاجة بتحصل في مصر لا صوت يعلو فوق صوت نهائي القرن مش مصر بس مصر والعالم العربي دونك هدف فوالا نهائي القرن هو راهو اسمعني المسار راهو بصفة عامة في العلاقة بالبروباغندا راهو يعملوا بروباغندا لرواحهم حاجة كبيرة برشا راهو معتبرين اللي النهائي هذا يوقف العالم الكل مش كان افريقيا راهو العالم الكل تفرج في الاهلي والزمالك ونهائي القرن ما بين مصر واللي هي أول مرة اللي تصير نهائي ما بين الزمالك وراهو اسمعني اون كومبرون اون فان كونت راهو عندهم الحق راهو ما بين الاهلي اللي هز ظهر لي تيتر التاسع وما بين الزمالك اللي عنده خمسة راهو 14 تيتر في مصر بركة احنا في تونس ظل قداش عن ثلاثة كعبة دونك عن أربعة ولا خمسة أربعة وخمسة خمسة ماكس دونك بالفينال نتاع صفاقس نحسبوها زيناها ميسيلش خاطر غاروا علينا تحيل النصر تحيل أيانا زاد اللي نعتبروه غاروا علينا ستة دونك باقي لهنا أمير نحب نحكي معك في نقطة اللي تعقيب صغير على الهدف هذا اللي راهو كان شيكابالا يعاودوا يمكن 100 مرة بالطريقة هذه راهو ما يحطهاش أي ما تماركيش بونتو نتاع بلاي ستيشن معناها والله كيما حكيوا فيه برشا بونتو نتاع بلاي ستيشن كيفاش تشق بالجوال افكتيفمون والكرة تمشي بالانتيريور يدورها معناتها حاجة
اي هو هنيدي معروف زاد محب للزمالك حكى على البونتو ضيقه البونتو نتاع بلاي ستيشن وبالحق شيكابالا يمكن يعاودها 100 مره هو بيدو مش مصدق معناه الشوطه الشوطه غريبه العباد يتفهم الكره راه بدنه معوج ماهوش تعطيهاش باش تحط غاديكا دونك هدف حلو برشا من شيكابالا لكن امير لهنا نحب انت تفهم شويه كوره نحكيو على النجاح نتاع الاهلي المصري في اخر الدقائق دقيقه 87 كيف كيف اوب حط كوره شاتها جابها في الشبكه بريسك نفس السيناريو نتاع سي اس اس بريسك نفس السيناريو كونتر زاد الدومي فينال كونتر المكشخه دونك الاهلي المصري اسكو عنده الخبره في علاقه بالموضوع هذا شنو الحكايه؟ هما الاهلي المصري كما قلت انت هزه تسعه معناتها فينال عندها هي فينال معناتها حاجه مستانسه بها اي سي فينال فينال داخل في لي تراديسيون نتاع الجمعيه داخل في لي تراديسيون نتاعها لي فينال معروفه بهم لي فينال ما تقليل وتخسر لك فينال صحيح قليل وهما عندهم هما زاد العقليه نتاعهم مش كيما عندنا احنا هما يقعدوا يلعبوا 90 دقيقه ولي اكثر من هكا هما عندهم زاد العقليه على عكس تونس احنا تو باغ اكزومبل نتفرجوا في الشامبيونات نتاعنا الملاعبين نتاعنا ما باي شوتو كوره هذه الحاجه اللي نستغربها يمكن ما نعرفش تيرانات زاد حتى اللي احنا صغار زاد في التكوين راهو كلنا لعبنا كوره احنا صغار وكلنا حتى جربنا حتى شهرين عام والعباد جربت حتى ثلاث سنين اونترينمون في الكوره دونك ما يعلموناش التير ديما ماذا بينا ندخلوا بالباسيت والله حتى في الحومه ماذا بينا ندخلوا بالباسيت اون دو اون دو اون دو تتعلم التير اما فما هو ريتو حتى احنا لي زونترونور في تونس ماهوش مغروبين معناش العقليه نتاع شوت من بعيد معناتها ديما ماذا بهم ما نعرفش انا نقدم الكاش تك تك فوالا ماذا بهم المضمون معناتها دونك انا قبل كي كنت نكاور نخاف شوت من بعيد تضيع كوره نقعد نفرح في الكلام واللي انت كنت تكاور بالضبط كنت تكاور شوت كوره من بعيد راهو يقول لك اضمن لي انا من قريب وهما غاديك عندهم نوسيون تاع تير من برا اللي هي موجوده نوسيون برشا في الاوروب واللي هي تقلب الاتراح راهو تير من شطر تينار راهو تنجم تجيك شوت 90 دقيقه بالراف من السونتر عادي قال الاخر مشالف هكا بوب تتحط في الشبكه تقلب ريزولتا وتعطيك شامبيونز ليغ كامله ميرسي بوكو امير هذا اللي عنا اليوم في السبور ان شاء الله نتقابلوا في سبور ويكاند الجمعه الجايه نعطيكم مجموعه من الاخبار كما قلنا لكم بعد شويه لنا عوده على موضوع والحادثه الاليمه اللي جدت على تونس وكثره الاخبار الاليمه وكثره الازمات في بلادنا ان شاء الله ربي يرحم الدكتور بدر الدين ان شاء الله ربي صبر عائلته كامل عبارات التعازي للعيله نتاعو بعد شويه نرجع على اهم ما قالوه القيادات في بلادنا رئيس الحكومه شنو قال وزير الصحه في علاقه بالموضوع هذا عائلته زاده شنو كان رايها بعد الحادثه هذيا بعد شويه نعطيكم اكثر التفاصيل اقعدوا معنا ما تبدلوش فصل صغير وراجعين علاش عروساتنا هك؟ شكون اول شيف داكسيون تاع الرسوس؟ شكون المخترع تاع العروسات توانسة؟ باهي لهنا يلزمنا كراسي بلاستيك تتك عليهم يتكسروا، ولهنا يلزمنا طاولة بلاستيك فيها أربعة ساقين يركبوا ويتنحوا تركبوا محلف يوم تطيح، ولهنا يلزمنا نقبة زعما تاع باراسول هي، أما شنو هي المهمة نتاعها النقبة هذيك؟ تلم الصندر وتلم الفتفات تاع الخبز. عليه عروساتنا هكا تعرف كي نتخيل عرسي مرة أخرى كيف باش يكون نهز مرتي البلدية نصحح تصحح نخرجوا نخدم كهرباء بون نخبو تاكسي ماتينا الويكاند كل سبت واحد من السبعة للعشرة متاع الصباح مع رامي الفراتي على اي اف ام احلى راديو السبعة وخمسين دقيقة على اي اف ام احلى راديو ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نهاية اسبوع مريحة للعباد الكل ان شاء الله انها بالتوفيق ليكم العباد اللي تخدم طلعت فكرة هبة توا قصد ربي الخدمة اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 طقس بارد شوية كان مازلتوا ما خلصوش لفوا على رواحكم وسمعنا زادة من الميتيو ان شاء الله غدوة لحد باش يكون ابرد دونك استحفظوا على رواحكم استحفظوا على صغيراتكم سيرتو في الطقس هذايا وفي التبديل امتاع الطقس توا نحكيو على للاسف لازم نرجع عليه الخبر الحادثه الموجعه هذه اللي صارت البارح الاحداث هذه كثرت في بلادنا تو سويت ريكاب سبيسيال حادثه جندوبه
نرجع على الحادثة الموجعة اللي صارت وقت البارح وفاتت الطبيب الشاب بدر الدين في سبيتار جندوبة، إن شاء الله ربي يرحمه بيان سور ويصبر عائلته. وين توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي للقاصرين وتحديدا إلى منزل الطبيب بدر الدين العلوي واللي توفى في حادث سقوط مصعد من الطابق الخامس، باش يقدم واجب العزاء. في كلمة اللي يعتبر المشيشي أنه الطبيب العلوي هو شهيد، واللي الفاجعة ذي تكشف حجم المأساة اللي يعيش فيها الجيش الأبيض. وقال زاد رئيس الحكومة اللي المستشفيات ولات مقابر للمرضى وللأطباء. أنا نحس بالفاجعة هذه كمواطن وكمسؤول أيضا، هذه فاجعة تورينا حجم المأساة اللي يعيشوا فيها بعض الأطباء، اللي يعيشوا فيها الجنود الجيش الأبيض. فما قرارات باش تصير، وخلي هذه وقت اللي هي الاستشهاد نتاع الدكتور بدر الدين علوي عمل لنا حرقة توانسة الكل. إن شاء الله تكون الوفاة نتاعه والاستشهاد نتاعه لحظة فارقة باش ننطلقوا في الإصلاح نتاع القطاع الصحي هذه اللي تأخر واللي نتيجة سياسات متراكمة. احنا لا خذينا الدرس لا من الرضع اللي توفاه، لا من الناس اللي قاعده من الناس اللي قاعده تموت. السبيطارات نتاعنا ولات مقابر حتى للاطارات الطبيه، مش كان للمرضى اللي يمشيوا لهم، وهذايا نتيجه تراكم سياسات، وهذايا الشيء هذايا ما عادش مقبول. دونك حكى زاد رئيس الحكومه هشام المشيشي على الوضعيه السياسيه في البلاد، وقال اللي توا مش وقت انه السياسيين يحاولوا يسجلوا نقاط سياسيه في علاقه بالموضوع هذا وموضوع وفاه بدر الدين العلوي. واكد زاد اللي توا وقت الخدمة وقيت أنه نخدموا بلادنا ونحاولوا نعاودوها بعيدا على السياسة. أنا نعرف اللي شيء هذايا توا صافام بليدي بلاتو، تولي نقاشات سياسية، تولي ناس تتبادل الاتهامات، تولي ناس تسجل في نقاط سياسية على حساب بعضها. أما لا رياليتي لهنا، لا رياليتي عندنا أبناء القطاع الصحي يموتوا وعائلاتهم تقعد محروقة. هذه هي الحقيقة نتاع تونس اليوم، هذه نتيجة السياسات الخاربة اللي توخيناها طيلة السنوات. كما قلت لك توا باش تلقى أنت الناس قاعدة تسجل في نقاط سياسية، لكن توا ماذا بينا الناس كل تتلهى وتخدم على روحها؟ ماذا بينا الناس كل تحط اليد في اليد وإيجا نصلحوا هالبلاد هذية، إيجا نصلحوا هالبلاد هذية قبل ما تطيح علينا الناس كل. دونك يأكد رئيس الحكومة أنه البارح هذية في كلمته في القصرين يأكد على أنه لازم نخدموا ونخرجوا من الحسابات السياسية. والبارح عن بعد الزيارة هذية للقصرين مشى رئيس الحكومة الجندوبة، مشى تحديدا للسبيطار اللي توفى فيه الطبيب بدر الدين، ورفعوا في وجهه شعار ديجاج غديكا العباد الطب المعتصمين وحتى المواطنين. دونك نجم تفرجوا على فيسبوك نتاعنا راديو اف ام على الفيديو كيفاش بالضبط صارت الحادثه. دونك رئيس الحكومه خرج من السبيطار ما كملش الزياره نتاعو، سورتو بعد الشعارات اللي ترفعت في وجهه، سورتو بعد اللخبطه الكبيره اللي صارت في السبيطار كيما الناس كل تسمع ديجاج ديجاج. دونك هذا اللي صار البارح في سبيطار جندوبه في زياره رئيس الحكومه بعد ما مشى لدار المرحوم وشهيد المجال الطبي بدر الدين في القصرين. في نفس الاطار نحكيو توا على وزير الصحه فوزي المهدي اللي كان متأثر برشا من الحادثة ذي البارح، وأكد اللي المسعد يتوفى فيه الطبيب المقيم بدر الدين العلوي نهار الخميس هو المسعد الوحيد حيز الاستعمال في سبيطار جندوبة، وهذا حسب بيانسور المعطيات الأولية. وقال وزير الصحة زادة أنه قطاع الصحة يدفع ثمن أخطاء متراكمة وخيارات قاتلة منذ سنوات، وأكد اللي هو باش يتحمل المسؤولية وباش ياخذ قرارات صارمة، وتوانس الكل باش يعرفوا المسؤولين على الحادثة هذه. أول حاجة كإداريين نعملوا التحقيق الإداري ثم التحقيق الجنائي واقع، واليوم إن شاء الله بعد التحقيق هذا باش ناخذ القرارات ونمدوكم بها. المستشفى جندوبة مش واحد ورا، هي سياسة سنوات بنية تحتية محترقة، اعتمادات قليلة، موارد بشرية تخرج ما تتعوضش، دونك ثم نقائص كبيرة في المنظومة الصحية. المنظومة الصحية في أزمة أكيد، وإحنا جينا هنا على أساس باش نخرجوها من الأزمة هذه. أكيد عندنا برنامج، عندنا قرارات. الكورونا كثرت على الموضوع الكل وعرّيت النقائص الكبيرة هذه. كلش قام احنا نقولوا احنا توحى بعثنا لجنة التحقيق باش نكونوا فريق عمل يترأسه رئيس الديوان يشرف على حوكمة هذا المستشفى اللي مش من تو، من 2016 مع البنود قدمنا برشا على وضعية المستشفى في عدة نقائص. مستشفى مش قادر يوفر توازن الميزانية متاعو، عنده نقص كبير في الميزانية، ديون خلته ممكن يسوء التصرف، سوء الحكم بتاعه. هذا الكل مش نقابل حلول ان شاء الله، مش كان اللي هو المستشفياتنا الكل بحلول. لا يعيد الروح البشريه طبعا، اما على الاقل خليه معش تعاود فجعات كيما هكا. اكيد قلت لك البنيه التحتيه منذ سنوات مش تو مبقاش صيانتها، ثم نقص في الاعتمادات، ثم
ديون مستحقات مستشفى ما خلصتش من صندوق الوطني التأمين على المرض، ثم عديد أسباب تخلي المستشفيات عندها صعوبة في السيولة باش تخلص مزوده. دونك حادث أليم كبير برشا، هبط على التوينس الكل، هبط على المسؤولين، ورى برشا نقائص اللي هي واضحة نقائص هذية، ولكن توا دخلنا في مرحلة صعيبة برشا في البلاد، وصلنا لمرحلة أنه العباد بالحق قادرة وتتخطف بطريقة غريبة جدا، والمسؤولين على الحاجة ذوما مش قاعدين يظهروا. بيان سور أثر الخبر هذية على التوينس الكل، الحادثة هذية أثرت على التوينس الكل، لكن أثرت أكثر من العباد الكل اللي يحسوا بالوجيعة أكثر من التوينس الكل، اللي هم عائلة المرحوم بيان سور بدر الدين، إن شاء الله ربي يرحمه. وين الدخل البارحة معنا في فين في برنامج 90 دقيقة مع خلود المبروك عمو السيد ناصر، وهذا كان أهم اللي حكيه في علاقة بالحادثة هذه. قرا في القاسرين حتى للبعد، بعد مشى كمل في الجامعة في تونس، وبعد هيك تخرج، هو تخرج أسنان، أنا عنده ثلاث شهور فقط من اللي تعين من هي أخويا، وهو يتيم الأب، أبوه توفى عام 2000، أبوه مهندس مقاطع طاح عليه جبل في سيدي بوزيد، في الفاير في سيدي بوزيد، ومات شهيد تحت الجبل، وهو اليوم الذي يموت هكذا بالكيفية هذه، يعني والله العظيم شيء مؤلم جدا جدا. الغالب نيتخو يا الغالب سامحيني، يلا يبارك فيك. سميح سي ناصر، سميح تونس مشت، ضاعت تونس مشت عند العصابات بنيتخو يا، وضاعت تونس. الله يقدر خير وقعه، الله يقدر كل من هو مجتهد وكل من هو معناه يقدم خدمة لهالمجتمع أذية، إلا ويضام ويداس يعني ويتهان ويمشي ويضيع حقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجيعة كبيرة لعائلة بدر الدين، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. بينسور احنا كما قلنا نوصل لهم كامل عبارات التعازي عائلة كاملة، ونوريهم اللي احنا معاهم بينسور، ومعاهم نتابعوا في الموضوع هذا إن شاء الله بقدرة ربي حتى تبين الحقيقة ويبينوا المسؤولين ويتحاسبوا إن شاء الله المسؤولين. وكلامه صحيح بدر الدين عم بلوتو سي ناصر عم بدر الدين، اللي تونس مشيت وصلنا لمرحلة صعيبة برشا، نشوفوا في عباد تحكي وتقول سبارة، ووقفت وقفت الثنية، وقفت السكة، لازم نخرجوا من البلاد، راه ما عادش عيشة كيرة، وطفلة صغيرة تتخطف في بلوعة، راه صغار يمشيو في رحلة يتوفيو، راه طبيب يخدم على روحه ويتوفى. دونك مشاكل كبيرة برشا صاير في البلاد، الموت ولا داير بينا يمين ويسار، داير بينا من الكورونا، داير بينا حتى من البنية التحتية، من التجهيزات، معناها تخدم تتوفى، كيف كيف تمشي لستة تتوفى، كيف كيف تخرج تتفرها تتوفى. دونك وصلنا لمرحلة كبيرة تكون بيبي عملت حتى شيء توصل حتى تتوفى، وطهبت لك تصاور بطريقة توجع برشا. الوضعية اللي وصلت لها تونس وضعية صعيبة برشا، إن شاء الله يا ربي يلطف بينا، يا ربي إن شاء الله أزمة وتتعدى ونخرجوا من اللي صاير هذايا في البلاد. يا ربي أزمة كبيرة برشا، إن شاء الله يا ربي يلطف بينا، ترجع لنا تونس اللي استنسنا بها واللي نعرفوها. هذايا كان عنا في علاقة بالركاب سبيسيال حادثة جندوبة. بعد شوية نحكيه على التعليم، نحكيه على جماعة الباك النوفيام وسيزيام، بيان سور الامتحانات الوطنية، فما تأجيل في أوقات التسجيل متاعهم، تأجيل في أوقات التسجيل. دونك بعد شوية يكون معنا السيد عمر الولباني مدير عام الامتحانات في وزارة التربية، يعطينا أكثر تفاصيل في علاقة بالموضوع هذا. نحكي بزيادة على كريم الغربي ومريم الدبيغ في أخبار المشاهير في ستار ويكاند مع صديقنا أمير ذي، وأكثر من توا حتى التسعة متاع الصباح. خذوا معنا إن شاء الله نهاركم زين لعبة الكل.